واحد أول شيء إخراج العسكريين من كافة القرى. اثنين التمهيد لعودة المدنيين الغير متبنيين لإيديولوجية الحزب وفكرة الحزب ومعتقداته. اليوم سوريا تمر بأوقات عصيبة. اليوم الأخيرة في الغوطة يصفون وتدمر المدن بكل أنواع الأسلحة، لكن من اليوم في الشمال السوري استطعنا أن نعيد حقبتنا في عفرين إلى حضن الثورة ليتابعوا مسيرة بناء قراهم ويعودوا إلى مزارعهم، يعودوا لأعمالهم. هذا الاجتماع كان من أجل وضع خطط الطوارئ الأيام القادمة. مشكلين كل هؤلاء مع أخوتنا الذين اجتمعوا في الكتاب أيضا من عفرين. ممكن في عفرين، ممكن نحن في المجالس المحلية جزء من كمية أضافة. اليوم لمت جراحي الحقيقة، يعني الأخوة الكرد هم مكون